اهلا بيكم. قضيه مهمه جدا هنتكلم فيها النهارده هي قضيه الخصيه المعلقه. والخصيه المعلقه يعني خصيه لم تستطع ان تنزل، لان انتوا عارفين الخصيه بتتكون داخل البطن وبتنزل، بيحصل لها ديسند اللي هي خصي الصفن، يعني مع تطور او مع النمو، مع نمو الجنين. فلكن الخصيه المعلقه دي قضيتها حاجتين. قضيه واضحه بالنسبه لفكر الناس اللي هي انه اكيد الولد دوت هيبقى عنده مشكله في انتاج الحلويات المنويه، وبالتالي هيبقى في تاخر انجاب، هيبقى عنده قضيه اكيد نقص في الرغبه الجنسيه، لانه خصيه واحده بتنتج هرمون التستوستيرون غير خصيتين. حاجات البديهيات، وان كان في اجزاء منها لازم نفهمها اكتر. في قضيه تانية غايبه عن الناس كتير قوي، ان الخصيه المعلقه اللي ما نزلتش ممكن تتحول الى سرطان في البطن لو تركت. تعالوا نقرب بقى من هذه المفاهيم كلها ونفهم ايه منها الحقيقي وايه الغير حقيقي او نسبة الواقعية فيه ايه، مع ضيفي العزيز المبدع دائما القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع، واحد من ميجا ستار عالم الذكورة، الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكورة والامراض التناسلية بكلية الطب، استشاري امراض الذكورة والمدير والمؤسس لمراكز خصوبة لتأخر الانجاب وامراض الذكورة والحقن المجهري. اهلا بك يا دكتور. اهلا بسعادتك دكتور ايمن. الحقيقة قضية مهمة جدا الخصية المعلقة. يعني ايه خصية معلقة؟ هي قضية فعلا جدا مهمة، والاهتمام فيها ان احنا نبدأها بدري. خصية معلقة يعني الخصية غير موجودة في المكان الطبيعي بتاعها اللي هو كيس الصفر. الخصية بتتكون في البطن زيها زي المبيض، بس بتمر بمراحل نزول بحيث انها تبقى موجودة في كيس الصفر. ليه تبقى موجودة في كيس الصفر؟ ما تبقاش جوه البطن زي المبيض، ما المبيض بينتج بويضات والخصية بتنتج حيوانات وكلها خلايا انقسامية. الخصية بتتأثر بدرجة الحرارة بشكل كبير جدا، يعني هي بتشتغل في درجة حرارة 34 درجة مئوية، يعني أقل من درجة حرارة الجسم بثلاث درجات. الكلام ده لو الخصية موجودة في البطن أو ملاصقة للبطن مش هيتوفر ده. فكيس الصفن بيعمل كنوع من أنواع التكييف الذاتي أو التبريد الذاتي، إن هو في الحر بيحاول يبعد شوية وبيحاول المساحة بتاعته بتزيد، فبيبخر الحر الزيادة فبيحفظ الخصية في درجة حرارة كويسة. في الشتاء بتنقبض كيس الصفن وبيتلم الخصية، مفيش داعي لأن مفيش حرارة زيادة ولا حاجة. فكون الخصية بتفضل موجودة في البطن لفترات طويلة جدا، ده بيخلي الخلايا اللي بتنمي أو بتطلع الحيوانات المنوية، وهي الخلايا المنوية الأم، إنها تبدأ تضعف وعددها يقل وعددها يقل لغاية ياما تندثر تماما. والكلام ده متوقف على قد إيه الخصية قعدت. اللي قعدت عنده سنتين غير أربعة غير ستة غير عشرة، غير اللي قعد 25 سنة لغاية ما جوز واكتشفنا إن هو عنده خصية معلقة، وقد تكون على الناحيتين من غير ما ياخد باله من الموضوع ده كله. فخصية معلقة هي خصية موجودة بعيدة عن الكيس الصفن، في المنقنة الإربية، جوه البطن، في أي مكان من مكان أماكن مرور الخصية بيها. لكن ده يخلينا نفرق بينها ما بين الخصية المشدودة. الخصية المشدودة هي إريتراكتايل اللي احنا بنقول عليها، لا دي خصية موجودة في مكانها عادي مش بس معلقة. بتتشد مش معلقة. الولد الصغير عنده عضلات الدارتوس او العضله اللي ماسكه الخصيه نشطه شويه، فتلاقيها دايما بتشد الخصيه لفوق. والكلام ده بيزيد في البرد مع الانفعالات مع الحاجات دي كلها. بص لي الام بتبص على الولد تقول لك انا النهارده ما شفتش خصيه خالص، بكره لقيتها بتنزل، وهكذا بتروح وتيجي. طيب هل دي مؤثره؟ برضو الخصيه المشدوده مؤثره، بس اكيد مش زي الخصيه المعلقه. لكن ده بيعتمد على فتره شدها جوه البطن، وانها بتفضل قد ايه فوق وقد ايه تحت، ده برضو موضوع مهم جدا. فدي خصيه معلقه ودي خصيه مشدوده. اهميه، احنا بقالنا حلقات بنتكلم على اهميه الوقت في التشخيص، اهميه ان الام تتحرك في الوقت المناسب او تطنش وتتحرك في وقت متاخر. هنا الوقت بقى مبكر كمان، قبل يعني طبعا. الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم على صغر الاعضاء التناسليه، والوقت مهم فيها. الوقت مهم، ودي برضو الوقت مهم بس فيها. دي وقت مبكر قوي. ايوه طبعا بالظبط. يعني يمكن احنا صغر الاعضاء التناسليه بنتكلم لغايه 11 سنين. 12 سنه نبدا سبع سنين ومعانا لغايه 11 سنين. ممكن نلحق ونظبط. لكن دي لا، دي سنه تمام، كانت سنتين من كام سنه وتغيرت في المراجع العلميه وقالوا لا سنه واحده كفايه قوي، نتدخل بعد سنه. وليه هم سابوا السنه؟ سابوا السنه ان في اطفال ممكن ينزلوا يتولدوا في اقل من سنهم، يعني نزلوا في الشهر الثامن قبل الشهر التاسع بشويه صغيرين،
نزلوا بدري شويه. فدايما نزول الخصيه في الكيس بيتم في مراحل الحمل الاخيره. فاذا الطفل اتولد بدري عرضه ان الخصيه تبقى موجوده فوق شويه، بحيث ان الطفل ده مع اول سنه من عمره تنزل في مكانها الطبيعي. اذا عدت السنه دي والخصيه ما نزلتش في مكانها الطبيعي، لابد ان احنا نبدا نتدخل. واي وقت بيعدي في تاثير على الخصيه، يعني يقعد سنتين يقعد ثلاثه، كل ما زاد الوقت كل ما زاد. فاذا هنا اللاند مارك او نقطه التحول بتاعتنا هي سنه واحده ان احنا نبدا نتدخل. طب الطفل يعني يستحمل عمليه؟ طبعا مفيش مشكله خالص، تمام انه يستحمل عمليه، وده على حسب مكان الخصيه موجوده فين. فالتدخل عندنا من سنه هو مقياس وهو علامه فارقه لابد ان احنا ما نستناش بعدها. ازاي بنشخص الحاله؟ التشخيص برضو يمكن يعني بيبدا من الاسره. الام دايما هي مفتاح الطفل، ودايما الام تهتم بالطفل زي ما حضرتك ذكرت قبل كده اكتر من الاب. يعني هي دايما بتخلي بالها وتشوف وتقلق، تمام. والحمد لله دلوقتي بقى عندنا ثقافه كويسه جدا، الحاجات اللي احنا بنعملها دراما السينما طبعاً. ده اللي هو صوره الاستاذه مديحه يسري وهي خايفه على الواد، والاستاذ محمود المليجي الاستاذ عماد حمدي بيسكر في البار وسايب الولد بقى مش مهم مطنش. هي بالظبط كده، محمود المليجي كان كده في فيلم. فلو ما هي وبتغير الولد وبتبص عليه دايما بيبقى عينها على كل حاجه، فهي بتحس ان المكان ده فاضي، المكان ده غريب، لا مش طبيعي، وخصوصا لو كان عندها ولاد تانيين، فده بيسهل لها الموضوع كويس جدا. فتبدا هي تلفت نظرها، والموضوع بيكتمل برضو ممكن مع دكتور اطفال يقدر يفحص الطفل ويقدر يحس ان الخصيه مش موجوده. شافهم والموضوع تاكد لازم يرجعوا لدكتور الذكوره، هيبدا يشوف الخصيه دي فعلا موجوده ولا لا، وهل هي خصيه مشدوده ولا معلقه، عشان دي ليها سكه في العلاج ودي ليها سكه في العلاج، فنحدد دي خصيه مشدوده ولا معلقه. طيب دي بتفرق في قرار بقى بتاعنا، واحده بتتساب والثانيه لازم تتعالج. اي بالظبط. الخصيه المشدوده يعني غالبا يعني بنتابعها، بندي علاجات، بعض العلاجات برضو اللي احنا بنديها اللي هي برضو محفزات لهرمون الذكورة. طب هتعمل ايه؟ هتكبر حجم الخصية، هترخي او تريح العضلات اللي هي بتشد الخصية. فاذا الخصية هتبدأ تستقر لفترات اطول ومش هتتشد في البطن تاني. الخصية المشدودة نادرا ما بنلجأ لجراحات فيها، يعني تقريبا حوالي 80% بيخفوا مع العلاج ومع المتابعة والخصية تبدأ تستقر ومفيش مشكلة. لكن ده ما يمنعش ان احنا عندنا حوالي 20% لا ممكن يفضل، ولو فضلوا فترة طويلة برضو مهم، لأن هي يعني لو فضلوا مثلا فترة طويلة، طب ما هو لو أنا اعتبرت أن نص الفترة دي الخصية موجودة في الكيس ونصها فوق، طب ما هو برضو دي فترة مش بطالة. فإذا لازم أتدخل برضو. الخصية المعلقة في الغالب بنسبة 90% ما بتستجيبش لأي علاج، لكن أحيانا بنلجأ لبعض العلاجات نديها لو أنا شايف الخصية قريبة مني، مش بعيدة مساحتها أو المسافة اللي بينها ما بين الكيس مسافه صغيره. تمام، لا ممكن احاول ببعض العلاجات المحفزات برضو اللي هي تكبر الخصيه، هي بتبقى في البطن، اللي هي تبقى يعني خلاص بينها ما بين كيس الصفن حاجات بسيطه. لكن لو الخصيه بعيده لا طبعا العلاج ده ملوش دور، و90% من حالات الخصيه المعلقه نلجا ان احنا نعمل لهم جراحه بحيث ان احنا ننزل الخصيه ونثبتها في مكانها الطبيعي، وبعد ما ننزل الخصيه نبدا ندي محفزات للهرمونات انها تكبر حجم الخصيه وتخليها تستقر في الكيس وتبدا تعوض الفتره اللي فاتتها قبل كده. فده فرق الخصيه المعلقه من المشدوده. الفرق الايربي ما هو؟ ده برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها في الاطفال، ان احنا نلاقي فيه دايما الام تقول لك والله الولد ده يا اما بيعيط او بيبقى عنده امساك او بيحزق، في انتفاخ بيحصل في المنطقه دي، وتقول لك الغريب ان الانتفاخ ده بيروح ويجي، يعني بالنهار الولد بيتحرك او بيحزق بشوفه بيبقى فيه الانتفاخ. بيبقى في المنطقة الإيرابية، المنطقة الإيرابية دي برضو عشان نعرفها اللي هي المنطقة اللي هي الزاوية اللي فوق الخصية على طول، تمام، في اتجاه البطن شمال ويمين، اللي هو مدخل الفخذ بالظبط كده. بالظبط كده، هو ده المنطقة الإيرابية، فهتلاقي الانتفاخ في الحتة دي. هو ده الفتق الإيرابي. هي طبعا الولد بيتحرك بالنهار ويحزق ويكح يبان، يجي بالليل ينام يختفي، لأن هي عبارة عن جزء من محتويات البطن بتطلع من منطقة ضعيفة في البطن، والمنطقة دي الولد اتولد بيها، يعني هي غالبا الفتق ده الولد بيتولد بيه. زي الخصية المعلقة كتير قوي من الحالات بنلاقي في فتق إيرابي موجود، والفتق الإيرابي مهم جدا، لأن هو برضه أحيانا بيكون الخصية معلقة معاه، وأحيانا بيبقى فتق لوحديه، فبرضه حتى لو فتق لوحديه هيكبر بعد كده وهيبدأ ينزل على الخصية وأثر، فلازم نخلي بالنا منه ونشوفه ونتعامل معاه. هيدروسيل او كيس الميه على الخصيه؟
دي الحاجة الثالثة اللي احنا بنشوفها في الأطفال كتير قوي، ان احنا نلاقي الخصية موجودة في مكانها بس في انتفاخ في الخصية نفسها في الكيس مش في المنطقة الإيرابية. بقى ده الفرق بين ما بين الفت اللي هم في الفت بتشوف الانتفاخ فوق شوية، في الكيس المية لا الانتفاخ تحت تمام والخصية موجودة. ده يمكن أقل سهولة من الفت الإيرابي، بس هو الكيس مهم جدا احنا بنتابعه وبنسيبه فترات، ممكن نسيبه لغاية ما الولد يوصل لغاية سنتين، لكن برضو لغاية سنتين والكيس لسه موجود لازم نتدخل ونشيل الكيس ده، لأن الكيس ده كل ما ده هيكبر وهيسخن الخصية وبرضو هيعمل مضاعفات على الخصية زيه زي الخصية المعلقة. فكيس المية مهم جدا، أو القيلة المائية تتشخص ونشوفها ونتعامل معها، بس بنفوت سنتين ندي فرصة إن ممكن المية دي الاتصال اللي بينها ما بين البطن إنه يروح ويتقفل وتبقى المية دي تروح خلاص يبقى انتهى الموضوع، لكن الكلام ده مسموح لغاية سنتين. بعد سنتين لازم نتدخل بعمليات جراحية بسيطة ببنج بسيط ان احنا نشيل كيس المية ده بحيث ان احنا ننقي الاجواء حوالين الخصية والامور تستقر كويس جدا. الناس لازم تفهم ان هذه العمليات is very simple، سواء الفت الإيرابي او الكيس، عشان بيخافوا على اولادهم في السن الصغير من اجراء جراحي. بالظبط، هي كلها عمليات جراحية بسيطة جدا وكل الاطفال بيبقوا يعني ما عندهمش مشكلة فيها. بس احنا دايما بنشيك دايما مع دكتور الاطفال، قد يكون الطفل ده عنده مشكلة في القلب، عنده عيب خلقي، فقبل ما نعمل عملية لازم نعمله فيتنس ونستشير دكتور الأطفال ودكتور القلب الولد كويس. لكن هي في الآخر كإجراءات عملية عملية بسيطة جدا ما بتاخدش وقت كتير، والطفل برضو يعني بنج موضعي أو بنج كلي بياخده ويريح في البيت لمدة أسبوع، بعد كده ممكن يروح المدرسة ويتحرك، ما فيش أي مشكلة خالص. في جمل كلاسيكية كده في التراث الشعبي زي بالظبط جملة لما حد بيسأل حد يقول له هو شارع فلان فلاني فين، يقول له هو قال لك فين. برضه في جمله في الطب اللي هو الواد الصغير دوت هيستحمل التخدير، دي جمله كلاسيكيه طبعا. ما بالظبط كده يا ابني، الطفل من اول ما يتولد ممكن يستحمل التخدير، دلوقتي التخدير دلوقتي اتغير. في حد بيدخل لك لازم كله بيسال السؤال ده، لازم يسالك السؤال طبعا ده اكيد. هو الولد ده فعلا هيقدر يعمل عمليه؟ ما فيش مشكله، احنا دلوقتي في وضع خطر فلازم نهتم بيه. يعني لا يعني يعني اي طفل يتحمل التخدير عادي. ايوه اي طفل يتحمل التخدير طالما ما عندوش اي مشاكل او عيوب خلقيه، ما فيش اي مشكله خالص. يعني التخدير مش صعب بالنسبه للاطفال. بالظبط كده، فالخوف القديم ده بتاع الاطفال والبنج لا انتهى خلاص. نورت يا دكتور، الله يخليك. سعيد جدا دايما بحوار معك، ودايما بتبهرنا بكل الافكار الجميله والتنوع فيها اللي بتلفت نظر الاسره المصريه فيه، لانهم اول المشخصين واول المتحركين، فينبغي نكون عندهم ثقافه. الام تحمل على عاتقها الكثير من المسؤوليات، وبتلفت نظر الاسره المصريه انه الحل عند الدكاتره مش عند اللي عندهم خبرات او اللي فاهمين ان هم بيفهموا في الطب. مفيش حاجه اسمها بيفهم في الطب دي خالص، لا اما دكتور لا اما مش دكتور. لو مش دكتور انت ما بتفهمش في الطب، انت مالكش دعوه، ده علم معقد وافكاره كبيره جدا حتى على الدكاتره الغير متخصصين. بالزبط. يعتبروا بالنسبه لهم طلاسم. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللي في عالم الذكوره الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض ذكوره وامراض التناسليه، استشاري امراض ذكوره والمدير والمؤسس لمراكز خصوبه المتخصصة في أمراض الذكورة وتأخر الإنجاب والحقل المجهري. نورت يا فندم وشرف كبير. سعدت بيك دكتور أيمن، شكرا جزيلا. سعدت بيك، خليكوا دايما مع الدكتور.